وهلا رح نعمل شوربة الفطر والكريمة. نحتاج بصل، فطر، بهار أبيض، بهار أسود، ملح وكريمة بيضاء ومرقة الدجاج. لشوربة الكريمة والفطر رح حط شوية زبدة مع زيت وأقلي فيهم البصل ليدبلوا. كمان بحط معشروم. هلا مثل ما شايفين عم بقلي البصل ليدبل، بحط فوقهم الفطر. هلا رح ضيف الفلفل الابيض والفلفل الاسود، ما نكتر كمان خاصه اذا في ولاد رح ياكلوا منه. هلا رح شيل البصل والماشروم هيك صفيهم من الزيت، لان بدي استعمل الزيت قلي فيهم الطحين. هلا بنضيف ملعقتين طحين وملح شوي او على حسب انتم قد ايه حاطين بمرقه الدجاج، بنقليها وبنضيف المرقه. هلا بنجيب مرقه الدجاج وشو بنعمل؟ نصير نذوب الطحين شوي شوي ومنضيف المرقة كلها. نقلتها على طنجرة تانية علشان ما بحب اغلي بالتفال، وراح ضيف عليها المعشروم والبصل. لما تحطوا الطحين ما تحطوا فوقه مرقة الدجاج تكون سخنة لانه بتكبتل، احسن تكون مسقعة وبعدين سخنوها بالطنجرة مع المعشروم والبصل. هلأ للشوربة راح نضيف الكريمة حسب الرغبة. دقوها إذا الملح تبعها منيح وخلصت. صحتين.